السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلبة، محاضرة رقم 5، البارت الثاني. إضافة إلى كل الجيتات اللي أخذناها بالمحاضرة السابقة وتعرفنا عليهم، أكو تو جيت متبقية كلش مهمة. هي مو رئيسية، ولكن لي إن في بتدخل بتطبيقات كلش هواية ومهمة جدا بالديجيتال إلكترونيك، أخذت شكلها وأخذت رمزها وأخذت معادلتها الخاصة بها. ها نتعرف عليها. الاكسكلوزيف اور هذا هو رمزها، بها تو انبوت وما يصير بها اكثر من تو انبوت، فقط تو انبوت. لو محتاجه 3 انبوت لازم اجيب جيت اخرى. اذا التو انبوت هذه وهذا هو رمزها، هذا هو معادلتها الخاصه بها. هذه مبدا عملها شو تقول؟ تقول اني اذا اجوني التو انبوت، طبعا هي بها تو انبوت، اذا اجوني التو انبوت مساويين، يعني اثنيناتهم زيروز مثلا او اثنيناتهم وانز، اني انطي صفر، الاوتبوت مالتي صفر. لكن لو اجوني مختلفين الانبوتس مختلفين، هنا زيرو وان وهنا وان زيرو، انطي وان. هذا هو مبدا عملها، متشابهين صفر مختلفين واحد. هذه الدائره تعتبر دائره مكافئه لها، لانها سبق وان قلت هي مو جيت رئيسيه، وإنما هي تجميع من الجيتات الرئيسية اللي تعرفنا عليهم اللي هم الأند والنوت والأور. شلون توصلنا إلى هذا الدائرة أو هذا شكل الدائرة؟ أو شلون توصلنا إلى هذه المعادلة؟ عن طريق التروث تيبل. بعد ما عرفنا إنه مبدأ عملها هو إنه اللي متشابهين صفر ومختلفين واحد، راح نعتمد على طريقة في استخراج المعادلة من التروث تيبل. طبعا ان شاء الله بالمحاضرات القادمه اذا كان عندنا تروث تيبل نعرف نطلع من عنده الدائره، وقبل الدائره نطلع من عنده طبعا المعادله ونرسم الدائره. لكن او بالعكس لو كانت عندنا دائره او معادله نقدر نحصل من عندها تروث تيبل. هاي الشغلتين كلش مهمه بالديزاينز او بتصميم الدوائر الالكترونيه. اذا انا حشرح يعني مبدا بسيط من عمليه شلون استخرج المعادلة من التروث تيبل. راح اطبعه هنا، عندي راح اعتمد على الوحدات بالاوتبوت. انا يعني هنا عندي 2 وحدات بالاوتبوت. هذا الواحد اللي مولده منه، اللي مولده الاي يكون 0 والبي 1، وهذا الواحد الاخر اللي مولده هو الاي 1 والبي 0. طريقة الاستخراج طبعا اكو طريقة تعتمد على الوحدات اللي هي اس او بي، والذي الطريقة الاخرى اللي تعتمد على الزيروز اللي هي بي او اس. ان شاء الله مثل ما قلت لكم ان شاء الله بالمحاضرات القادمة باسهاب نشرحها. يعني بس على مود شلون اوصل الى هاي المعادلة، راح اخذ هذا الواحد واشوف اللي مولده هو الاي صفر والبي واحد. اذا راح انطي رمز لهاي الحركة اللي عندي اي داش بي، اللي هي هذه اي داش بي، والواحد الثاني هو اي بي داش، يعني انطي داش للصفر وبلا داش للواحد. لكن ليش خليت بيناتهم بلاس او الاور او الزائد؟ لان اني دا اعتمد على الواحدات. الطريقه الثانيه اللي اعتمد بها على زيروز راح تنطيني ضرب بيناتهم، طبعا مو هيك شكلها، طريقه تختلف، بس اني نام يعني كتبسيط للموضوع انه انا حصلت هذه المعادله من التروث تيبل. عندي وحدات واعرف ايش من اللي مولدهم، انطي للزيرو داش وانطي للواحد بلا داش. اذا هذا هو اي داش بي، والاخر هو اي بي داش، وبيناتهم بلاس او اور لان اني معتمده على الوحدات بالاوتبوت. اذا نجي نرسم هذه، راح ارسم هذه المعادله اللي هي هذه. شلون توصلت الها؟ راح اخذ اي داش بي، هذا الاي، هاي الانبوت الاولى اي، راح اقلبها عمود احصل على اي داش، واجيب البي دايركت على اند جيت. ليش على اند جيت؟ ليه هذا ضرب بيناتهم، الضرب ينطوني اياه الاند جيت. زين راح اروح على الترم الثاني اي بي داش، هذا هو الاي دايركت على الاند، والبي راح اقلبه بالانفيرت او نوت اللي يدخل على الاور على الاند. اذا هسه اصبح عندي هنا اوتبوت هي هنا اي بي داش، عرفنا الداش هو للانفيرت، وهنا هذا الترم هنا يطلع لي اي داش بي،
وبعدين راح تنطيني الاور. الاور راح تدخل هذه الانبوت على الاور وهذه الانبوت على الاور الثانيه على الانبوت الثانيه، راح تطلع لي المعادله هي الانبوت الاولى والانبوت الثانيه اللي هي اي بي داش بلس اي داش بي. هذا هو عمليه شلون حصلنا الايكويفالنت سيركت للاكسكلوزيف اور. الاكسكلوزيف اور هذا هو شكلها، هاي معادلتها المكافئه، هذا المعادله مالتها، وهذه الدائره المكافئه لها. الاكسكلوزيف نور هي نفس الاكسكلوزيف اور ملحقه بنوت، اذا هذا هو رمزها، وسبق وان قلنا وجود البابل هو يدل على وجود الانفرتر او النوت، وايضا بها اثنين انبوت ما عندنا غيرهم. ومبدا عملها شنو؟ قبل مبدا عملها نشوف المعادله مالتها. هذا هو اكسكلوزيف اور وعلي برايم راح ينطيني المعادله او الخاصه بالاكسكلوزيف نور اللي هو هذا المعادله. مبدا عملها شنو؟ قبل شويه شفنا الاكسكلوزيف اور تقول المشابهات انطي صفر والمختلفات انطي واحد. هنا بالاكسكلوزيف نور تقول المشابهات انطي واحد والمختلفات انطي صفر. اذا شغلها او مبدا عملها هو عكس عمل الاكسكلوزيف اور. الدائرة المكافئة إلها هذه لو تذكرها قبل شوي شفناها، هذه هي الاكسكلوزيف اور تلحق بنوت تنطيني الدائرة المكافئة. طبعا على المعادلة هذه الجوة هي اكسكلوزيف اور وعليها البرايم هذا الكبير، هذا راح ينطيني اكسكلوزيف نور. هذه إلها أيضا مكافئة أخرى نقدر نستخرجها من التروث تيبل مثل ما تعلمنا قبل شوية. أروح على الوحدات وهذه الوحدات هنا موجودة بالأول وبالأخير. أروح على الأول هو من الممددة أنطي صفر للصفر داش للفاريبل مالتنا أو الانبوت، وهذا هنا عندي الأي صفر والبي صفر، إذا أي داش بي داش. والآخر وحدات اثنيناتهم راح ينطيني أي بي. وليش أخذنا بلاس؟ لأن قلنا لنعتمد على الوحدات بالأوتبوت. إذا نجي نرسم هالدائرة على حسب المعادلة الموجودة، لازم أني أهيئ أي داش وبي داش. هذا الأي دخل هنا أصبح هنا أي داش، هذا أي داش، وهذا أي داش. راح يدخلون على AND راح يطلعوا لي أي داش بي داش. وهنا الأند الأخرى راح يدخلون بدون invert الأي والبي، وبعدين اجمعهم بور. هذا هو الاكس اللي هو اي داش بي داش بلس اي بي. هنا منطيني تايمينج دايجرام لهذه الجيتس اثنيناتهم، ومنطيني راندوملي الاي الانبوت اي عباره عن واحد واحد، هذا هذا واحد، هذا واحد، هذا زيرو، هذا زيرو، وهذا واحد، هذا زيرو. هذه تعتبر بداية للانبوت، ما حاخذها بنظر الاعتبار. هذا صفر، هذا واحد، واحد، صفر، صفر، واحد. أروح أقارن عمود أستخرج الأوتبوت. عندي واحد وصفر، واحد وصفر، إيش ينطيني؟ مختلفين. أنا عندي هسه هذا الأوتبوت، هذا الأوتبوت exclusive OR، وهذا الاوتبوت exclusive NOR. راح استخرج الاوتبوت مالت exclusive OR. الOR تقول اذا مختلفين انطي واحد، متشابهين انطي صفر. دولي مختلفين انطت واحد، متشابهين انطت صفر، مختلفين انطت واحد، متشابهين انطت صفر. دولي مختلفين واحد، مختلفين ايضا واحد. إذا أروح على الإكسكلوزيف نور، أنا أعرف مبدأ عملها وإنه عكسها، أروح على البص اللي أو الأوتبوت اللي طلعت عندي أقلبها، أقلبها بالضبط. إذا هاي هاي راح أصير عندي لو، هذه لو راح أصير عندي هاي، قلب بالضبط. أو أروح أشوف مبدأ عملها، هذه مبدأ عملها متشابهين واحد، مختلفين صفر، هاي مختلفين أعطتني صفر، متشابهين أعطتني واحد، مختلفين أعطتني صفر. مش شابهين انطتني واحد، ومختلفين هنا انطتني صفارة.
إن شاء الله ما عندكم مشكلة بفهم هذه الجيتس اللي هي تعتبر آخر جيتس عندنا بهذا الفصل اللي هو اللوجيك جيتس البوابات المنطقية. وإن شاء الله إذا عندكم أي سؤال اكتبوا لي بالتعليقات، وأشكر إصغائكم ونلتقي إن شاء الله محاضرات قادمة إن شاء الله.